السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من سلسلة عطلتي بإسطنبول بتركيا. اليوم إن شاء الله غيكون آخر فيديو غادي نشوفو فيه مع بعض جوج الأماكن. فالمكان الأول هو أننا غادي نعملو واحد الجولة بالعبارة ليلا، وغتكون واحد حفلة عشاء داخل العبارة، وهاد الحفلة كانت مقررة ضمن برنامج الرحلة. إن شاء الله غنخليكم تعيشوا معايا بعض هذه الأجواء. والوجهة الثانية غتكون مدينة بورصة، فاحنا غنتعرفوا عليها في هذا الفيديو بإذن الله. فاحنا دابا غادي في طريقنا للعبارة، وهذه هي العبارة اللي غادي تكون فيها هذه الحفلة ديال العشاء. هذه كانت مقبلة اللي قدموا لنا، وانا اختاريت طبق ديال السمك مشوي مع سلطة خفيفة. من بعد قدموا لنا مجموعة من الرقصات الشعبية التركية. هذه كانت رقصة الدراويش معروفة في تركيا، وهي رقصة صوفية، وفكرة التصوف والدوران عكس عقارب الساعة. وهذا الفن كيساعد حسب التفسير اللي قدموا لنا، كيساعد على نشر التسامح والسمو بالروح بعيدا عن العالم المادي. هذا فقط تفسير لهذه الرقصة، واللي كان تفسرها لنا المرشد السياحي اللي كان رافقنا لهذه العبارة. فأنا أخليكم مع هذه رقصة التراويش. Thank you.
الموالي كان مقرر اننا نمشيو لمدينة بورصة. احنا دابا غاديين في الباص، خرجنا من القسم الاوروبي وغادي ندخلو للقسم الاسيوي. غادي نمشيو للبحر مرمرة باش ناخدو العبارة الكبيرة، وهاد العبارة كتنقل الناس والسيارات والباصات. دخلنا العبارة بالباص ديالنا وغادي نمشيو غنكملوا الرحلة ديالنا بهاد العبارة أو الباخرة الكبيرة اللي كتكون سريعة، وغادي ننزلوا بواحد المدينة قريبة من مدينة بورصة. فاحنا دابا داخلين العبارة كيف كتشوفوا، داخلين بالباص ديالنا لأننا مازال غننزلوا من العبارة وغنكملوا الطريق بالباص باش نمشيو لبورصة. احنا دابا في بحر مرمرة والرحلة كتكون قصيرة بالعبارة، تقريبا واحد ساعتين كتستغرق مدة الرحلة، في حين أن إذا مشيتوا بالسيارة من إسطنبول لبورصة فالرحلة تقدر تستغرق 3 ديال السوايع. وكيف لاحظتوا نزلنا من العبارة وغادي مكملين الطريق ديالنا بالباص، واللي لاحظنا في الطريق هو انتشار أشجار الزيتون، فمساحة كثيرة مزروع فيها أشجار الزيتون، ومعروفة تركيا كذلك بصناعة زيت الزيتون. أول مكان غنشوفوه مع بعض هو واحد المول كبير، الاسم ديالو مول بول ماركت. هذا المول هو خاص بالنسيج، فيه مجموعة وتشكيلة من الملابس بجودة عالية، كيف غادي تلاحظوا ملي غندخلوا من داخل. فيه الملابس كذلك الشنط الأحذية والاكسسوار، فالقسم السفلي هو خاص بالنساء والقسم العلوي خاص بالرجال، والقسم اللي فوق منه خاص بالأطفال. الأثمنة في الحقيقة كانت أثمنة مناسبة، الجودة ديال الملابس جودة عالية، وكاينين مجموعة من الماركات العالمية المعروفة بهذا المول. في الحقيقة عجبني بزاف هذا المول، وكنصح الناس اللي مشاو لمدينة بورصة يحاولوا يزوروه، لأن بالفعل فيه ملابس بأثمنة مناسبة وأقمشة بجودة عالية. وهذا المول جا في الدخلة ديال مدينة بورصة والاسم ديالو هو بول ماركت. الوجهة التالية كانت توجه لجبل أولودار اللي متواجد على ارتفاع 2500 متر تقريبا على سطح البحر، وغادي نطلعوا لهذا الجبل بالتليفيريك. والجبل اللي غادي نطلعوا له حنا دابا ما فيهش الثلج لان موسم الصيف، لكن في الشتاء كيكون مغطي بالثلوج وكيجيو له السياح والمشاهير بكثرة في فصل الشتاء لممارسة التزلج والرياضات الشتوية. وكي لاحظتوا حنا دابا في اتجاه القمة ديال الجبل، وكتبان مورانا بورصة كيف غادي تشوفوا. في الحقيقة مناظر كانت رائعة جدا. في الأول أنا كنت خايفة شوية لكن مع الوقت تأقلمت على التليفيريك. في الحقيقة أول مرة كان أركب فيهم. كان هذا المطعم اللي تغدينا فيه،
مطعم بقمة جبل فولدا. من بعد ارتحنا واحد شوية، مشينا صلينا الظهر في واحد المسجد صغير تابع للمطعم. خرجنا من هذا المطعم وتمشينا شوية في الخارج، وغادي تشوفوا معايا دابا الخارج ديال هذا المطعم، فيه مناظر جميلة بزاف. تمشينا شوية برا، ومن بعد غادي ناخدو التليفيريك من جديد وغادي ننزلو لنقطة الانطلاق باش نلتقيو بالمرشد ديالنا ونعاودو نطلعو للباص باش نتوجهو لواحد السوق معروف ببورصة، معروف باسم سوق الحرير. وهذا هو السوق ديال الحرير اللي خبرتكم به، فيه كل انواع الاقمشه الحريريه بمختلف درجاتها، لكن الاثمنه كانت غاليه. وفيه ايضا الملابس الصيفيه وحتى الشتويه، ولكن الملابس الشتويه كانت ممتازه ورخيصه، يعني الثمن ديالها كان رخيص بزاف. في المقابل كانوا الفولارات والاقمشه ديال الحرير كان الثمن ديالها غالي بزاف. فهذا السوق في البورصه معروف بسوق الحرير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاستحسان ديالكم، ونكون لبيت رغبة الاخوات والعدد الكبير ديال المتتبعين والمتتبعات اللي طلبوا مني تنزيل فيديوهات بخصوص رحلتي بتركيا. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم عملوا له لايك وبارتاج مواقعكم الاجتماعية، وما تنساوش تخليوا لي ارائكم افكاركم نصائحكم واقتراحاتكم اسفل الفيديو. استودعكم الله احبتي في الله، والى حلقة قادمة بإذن الله.